السلام عليكم ورحمة الله. أبو سمارة سعيد، فاعل داخل أكبر مرفق بالمغرب، مستشار للفواكه والجمعية للفواكه والخضر. قلنا بأن عندكم مشاكل بزاف هنايا في سوق الجملة. عندنا مشاكل كثيرة بزاف، مشاكل كثيرة بزاف، كاين فساد كثير بزاف في سوق الجملة. الفساد اللي جا على هذه الأسعار كتغلى نهار على نهار، نهار كطيح ونهار كتغلى. يعني اليوم يعني بدات هذه بدايه السيمانه، هو اليوم الاثنين سخوه، الناس هربت ملي شافوا داك التوقيت. يعني الناس اللي كانوا كيجريو باش يدخلوا السلعه، ها هي دابا اليوم ما دخلش ديك السلعه اللي موالفه كتدخل، يعني بغى يديروا الزياده هكاك. يعني ولاو مع 3 ديال الصباح كتجي قدام سوق الجمله، خاص الامن ديال مولاي رشيد كلشي يخرج باش يفك ديك العرقله اللي دارت الشركه التنميه المحليه. والشركه التنميه المحليه هاد القضيه ديال الباب الدخول والبطاقات ديال الباب الدخول دارتها في 2017، والدليل ها هو كاين اعلان دارته، ها هو الاعلان، ها هو دارته في 2017، دارت بان الوقت من 3 لـ 3، وبدات تستخلص، بدات وكيل المداخل بدا يستخلص عند الناس، بداو كياخذوا بدون وجه حق. خداو في 2017، دخلوا مداخل كثيره بزاف بحالاش هاد المداخل، ها هي الدليل، ها هو البرهان. انا كنعطيكم، ما غندويش عن فراغ، لان الا دويت عن فراغ كنتسمى كذبت على الاداره. ها هو الدليل، ها هو الدليل، ها هو 500 درهم للبطاقه، مع ان باش كياخذوا مع التاجر في الصيف، والصيف مالي بوحدهم، الصيف كيدخلوا الناس ديال الفروي ماشي بحال دابا. يعني في الصيف كتدخل حتى 1500 شاحنه. دابا المسؤول ديال إدارة السوق الجملة للخضر والفواكه قال في واحد الفيديو بأن كتدخل 500 شاحنة، 500 شاحنة، كاينة 1500، كاينة 2000 درهم، كاينة 700 درهم، كاينة 500 درهم، غنديروا 1000 درهم. يعني كدير، يعني شحال كتجي المداخل العام؟ كتجي المداخل العام إلا درنا 500 شاحنة في 1000 درهم، نحيدوا 3000 درهم ونحيدوا 2000 درهم ونحيدوا كل شيء، نديروا 500 شاحنة في 1000 درهم. اليوم شحال غيخرج؟ غتخرج 18 مليون و 250 الف فرنك سنويا. هذه هو المداخل ديال التعشير ديال سوق الجمله. يعني فينا هي الكرا؟ فينا هو المرافق العموميه؟ فينا هي بزاف ديال الحوايج، وكاينين التعسفات على المتاجر، وكاين بزاف ديال الخروقات. بيجري على التجار، يعني بيجري على التجار، يعني بيولي المستهلك ياخذ الخضره بثمن غالي بزاف. شكون الضحيه في هذا؟ الضحيه هو المستهلك البيضاوي والجامعه الحضاريه. الجامعة الحضارية تا هي ما كتراقبش الشركة التنمية المحلية، وما كتراقبش التجار، التجار كيخلصوا البطائق ديالهم، هما خلصوها في 2017، وفين هي البطائق ديال 2017؟ وفين هما التواصل ديالها؟ ها هو شاشي المداخل اللي واخدها هاد الفلوس هادو، يعني التواصل واش كاينين ولا ما كاينينش؟ واش دخلوا للمجموعة الحضارية ولا فين دخلوا؟ واش كتقولوا بأن هاد التوقيت اللي دارته الإدارة غادي يزيد رفع الأسعار ديال الخضر والفواكه؟ التوقيت بطبيعة الحال غادي يرفع الأسعار ديال سوق الجملة، يرفع الأسعار ديال الخضر قبل رمضان. يعني الا ما جا داروا حد وضربوا من حديد وخدموا الجديه، يعني العامل، يعني العامل والباشا والجميع المسؤولين على هذا سميتو، يعني كيتحركوا في هذا المرفق هذا، يعني هما اللي كيخدموا، هما اللي كيفكوا المشاكل ديال الشركه التنميه المحليه. الشركه التنميه المحليه دخلت زيرو، كتسد على التجار كتقول لهم ما تجيبوش السلعه ما تدخلوهاش ليا، كتحارب سوق الجمله باسواق الموازيه، كتصيفطهم للاسواق الموازيه. ها اليوم السلعه بدات كتنقص، واخا بطاطا دايره 90، دايره 90 100، الشيفلور حتى هو دايره 70، اللقوق ديرتها هو 4 دراهم، ولكن لا الفول هو داير 5 دراهم، ولكن كاين بعض الحوايج هما غلاو. اما ما يجيش المتاجر هما اللي بغاو التوقيت، المتاجر راه ما كيجي حتى 4 الصباح، ولكن مول الخضره راه كيدخل بالليل، خصو يفكها، الخضره راه كتخسر، راه كيبقاها في الشمس، راه ما داير ليه والو، من غير ما البصله كركوبه اللي داير لهم اللي باش يديروا الاحتكار، اللي داير لهم الكاميرات ومجهز لهم داك الشيء باش يبقى البصله باش تبقى باش لان هي ما غتسالي حتى شهر 4 ولا تقريبا حتى الاول في شهر 5، داك الشيء اش داير لها الاحتكار؟ وهاد اللي كنطلبوا الاغاثه الفوريه، يكمل صاحب العامل ديال صاحب الجلاله يكمل على داك الشيء اللي دار هو، لان اللي ما خدم بجديه ديك المره خدم الامن، اللي خدم الامن، ودابا الامن راه مزيان في سوق الجمله، الامن راه خدام في سوق الجمله، راه ماشي ما خدامش، ولكن هما كيديروا ليه كليكلاج ما فهمتش علاش. يعني كيديروا، يعني كيخرقوا الاسباب ديال المشاكل باش ينوض يطور المستهلك البيضاوي، وهذا الشيء راه ماشي معقول. وكنطلبوا من صاحب الجلاله الاستغاثه الفوريه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24، عيونكم التي لا تنام.